السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لين عبد الكريم، أخصائية تغذية سريرية، مثقفة صحية لمرضى السكري، مدربة لياقة بدنية، مؤلفة كتاب لست تفاحة، مؤلفة كتاب كيف تزيد من وزنك. بمقطعنا اليوم راح نتكلم عن بعض المعتقدات الخاطئة خلال فترة الحمل، إن شاء الله يكون مقطع مفيد لكم. من أبرز المعتقدات الخاطئة خلال فترة الحمل إنه الحامل بتاكل عن 2 أو عن شخصين، وللأسف هاي الحاجة جدا منتشرة وبتساعد على زيادة الوزن بشكل غير مطلوب أو غير زيادة الوزن غير صحية بتكون خلال فترة الحمل. طبعا الحامل بتحتاج لزيادة في عدد السعرات الحرارية المتناولة، لكن فقط بمقدار ما بتجاوز 500 سعرة حرارية، وبتكون أيضا ابتداء من الشهر الرابع من الحمل وليس من بداية الحمل. فمهم دائما تتواصلوا مع أخصائية تغذية سريرية بحيث إنها تضبط لكم السعرات في بداية أول 3 شهور، بال3 شهور اللي بالثانية وال3 شهور الأخيرة، بحيث إنه تحرصوا على أخذ احتياجكم بشكل صحيح بدون نقصان وبدون زيادة. أيضا من المفاهيم الخاطئة عند البعض إنه الحامل مجرد ما إنها بتتناول فيتامينات أو مكملات غذائية ما يحتاج إنها تهتم بشكل جدا كبير بوجباتها أو بأكلها. طبعا الفيتامينات تعتبر مكمل غذائي للطعام لبعض العناصر الغذائية اللي الحامل بتحتاجها بشكل أكثر من الأيام العادية، فما تعتبر بديل عن الطعام وترتيب الوجبات. يجب تناول طعام متنوع وصحي وغني بالعناصر الغذائية المهمة خلال الحمل. أيضا من بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة أنه ممكن للمرأة الحامل إنقاص وزنها. طبعا تمنع المرأة الحامل من اتباع برنامج أو حمية قاسية لخسارة الوزن خلال مرحلة الحمل. الصحيح دائما أنه مرحلة قبل التخطيط للحمل أن يتم خسارة الوزن الزائد. أفضل وقت طبعا هو لتخفيف الوزن دائما قبل الحمل أو بعد الولادة. طبعا حتى لو المرأة راح تكون ترضع رضاعة طبيعية، مهم إنقاص الوزن بطريقة علمية مدروسة عشان تحصل سعراتها المطلوبة وما يأثر على إدرار الحليب عندها. طبعا من الأشياء المهمة اتباع نمط غذاء صحي خلال فترة الحمل، يعني غلط إنه مثلا المرأة الحامل تاكل عن شخصين، وغلط إنها تتبع برنامج قاسي خلال الحمل. التوازن جدا مطلوب. بسعدنا اقتنائكم لكتاب لسة تفاحة في قسم كامل عن التغذية خلال الحمل والرضاعة. شاكرة لكم استماعكم، بتمنى يكون المقطع أفادكم.